متابعة الآن مع ضيفنا من القاهرة رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. السيد رامي أهلا بك على شاشة الحدث، التفاصيل حول ما يجري الآن في القصير. نعم مساء الخير. التفاصيل يتعلق بما جرى أمس حقيقة الأمر هو تدمير لجسور لم تدمر وجسور استهدفت مجددا وجسور لم تستهدف، أي أنها عملية استهداف للطرق في تلك المنطقة والجسور و يعني تدمير كل شيء داخل الأراضي السورية في تلك المنطقة مثل ما جرى عليه الحال عند الحدود السورية اللبنانية. حتى اللحظة لا معلومات عن خسائر بشرية، المؤكد هو تدمير جسرين على الأقل وتدمير طريق ترابي في هذه الغارات الإسرائيلية الجديدة التي استهدفت منطقة القصير بعد استهداف ثمانية مواقع أمس وقتل وإصابة 15 عنصرا ومقاتلا في هذه في الغارات الإسرائيلية أمس. اليوم حتى اللحظة لا معلومات عن خسائر بشرية. نعم، إذن استهداف إسرائيلي جديد لجسور على الغالب لجسرين تحديدا، ولكن في المقابل هناك معلومات عن إطلاق صواريخ أرض جو من سوريا باتجاه المقاتلات الإسرائيلية، إن كان هناك أي معلومات أو تفسير لما جرى. يعني الطائرات الإسرائيلية باتت تحلق فوق الأجواء السورية أو عند الحدود السورية اللبنانية، لم تعد تحلق فوق بيروت خشية من استهدافها بالصواريخ المضادة للطيران، كون أنها تعلم بأن غالبية الصواريخ باتت محيدة حقيقة الأمر ولا تشكل خطرا على الطائرات الإسرائيلية. لذلك تشاهد الطائرات إسرائيلية تحلق في درعا، تحلق في السويداء، وتحلق أيضا عند الحدود السورية اللبنانية أي مباشرة عبر الحدود، لكن دفاعات جوية فشلت بإصابة أو الوصول لأي طائرة إسرائيلية من التي استهدفت القصير الآن. ولكن أطلقت صواريخ بالفعل ولم تصب الهدف. صواريخ دفاع جوي ولم تصب، ولم يعني أطلقت صواريخ دفاع جوي، ولكن هل كانت باتجاه الهدف أو باتجاه أهداف وهمية قامت بنشرها إسرائيل لا نعلم. نعم، إذن الصورة الآن تتوضح قليلا، غارات إسرائيلية استهدفت محيط القصير تحديدا جسرين على ما يبدو أو جسور، ولكنها دمرت جسرين جديدين، في المقابل صواريخ بالفعل من سوريا، ولا يعلم إن كانت أصابت أي هدف، على الغالب بحسبك سيد رامي بأنها لم تصب شيئا. هذا في المعلومات، ولكن في تفسير التطورات، لأنها ليست المرة الأولى التي تستهدف هذه المنطقة القصير، أمس كذلك كنت معنا ونتحدث عن أحداث مشابهة، استهداف لجسور، استهداف لمبان ولمناطق وحواجز بالتأكيد، وكذلك لطرق ترابية في هذه المنطقة. ما الذي أو كيف تفسر صراحة بأن التصعيد مستمر؟ هل بنك الأهداف أو هل الضربات الإسرائيلية لم تقضي تماما على الأهداف في هذه المنطقة بحسب اعتقادك؟ لا هي واضحة بأن إسرائيل قالت بأن الحدود لا تكفي، قد يكون هناك ممرات غير شرعية، ممرات يعلمها حزب الله، فقامت بتدمير الجسور في عمق الأراضي السورية في تلك المنطقة كي لا يكون هناك إمكانية للتفكير بنقل أي سلاح، إما عبر أنفاق إما عبر الوصول إلى الحدود السورية اللبنانية. لذلك تدمير الجسور هو مستمر. بغارات أمس تحدثنا عن ثمانية يعني استهدافات في الغارات الإسرائيلية، اليوم حتى اللحظة نتحدث عن جسرين وطرق ترابية، لأن العمليات باتت داخل التراب السوري، وهذا هو الاستهداف 28 للقصير ومحيطها منذ 26 من شهر سبتمبر أيلول الفائت، أن هناك تصعيد كبير في الاستهدافات لهذه المنطقة. نعم، شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل. أذكر بأن وكالة الأنباء السورية الآن تتحدث عن سماع دوي انفجارات في منطقة القصير في حمص، وهذه المعلومات التي كنا نتحدث عنها معك سيد رامي عبد الرحمن، شكرا جزيلا من القاهرة كنت معنا. رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.